قتل 3 من عناصر الشرطة الباكستانية وأصيب أكثر من 20 آخرين في هجوم استهدف مقرا للشرطة شمال غربي البلاد. وأفادت مصادر أمنية بأن شخصا يقود مركبة تحمل متفجرات صدم مركزا للشرطة في مدينة كرك الواقعة في الإقليم الشمالي الغربي على الحدود مع أفغانستان، ما أسفر عن انفجار المركبة وتدمير مسجد مجاور للمركز. ينضم إلينا من إسلام أباد عبر الهاتف الصحفي صادق بلال. صادق، ما هي آخر التفاصيل حول الضحايا والجرحى؟ نعم، بالنسبة لحصيلة الضحايا ارتفعت إلى ما لا يقل عن 9 أفراد، وهناك ما لا يقل عن 25 جريح، معظم إصاباتهم حرجة، ومن المتوقع ارتفاع عدد الضحايا بسبب هذه الإصابات والانفجار الشديد. وهناك أيضا بعض الأفراد ما زالوا تحت الإنقاذ، فلذلك الحصيلة من المتوقع أن ترتفع بين الحين والآخر. وقد تم إعلان حالة الطوارئ في المستشفيات في تلك المنطقة، وذلك لبعدها عن المدن الرئيسية حيث يحتاجون إلى العلاج السريع، وتم نقل بعضهم بالمروحيات إلى مدن أخرى. نعم، يعني لا يوجد عناصر مدنية بالقرب من مركز الشرطة هذا؟ الذي استهدف هو بشكل مباشر هو مركز لقوات الأمن والشرطة، لكن هل هو قريب من مكان سكني؟ يعني هو قريب من بعض الأماكن السكنية أو بعض، لكن الانفجار وقع ودمر المركز بذاته لأنه تمكن المهاجم من الوصول إلى المركز، لكن من المتوقع أن يكون هناك تصريحات رسمية لوزارة الداخلية حول آخر الإحصائيات وكم عدد المدنيين من القتلى وقوات الأمن. هل تم تبني هذه العملية؟ إلى الآن لم تتبنى أي جماعة أو أي جهة الهجوم، لكنها تأتي في إطار التوتر الأمني القائم بين حركة طالبان والحكومة الباكستانية، حيث عهد طالبان سابقا بمهاجمة المراكز الحكومية والمراكز الأمنية في البلاد. طيب، تعهدت بمهاجمة المراكز الحكومية والأمنية في البلاد، لكن قوة هذه العملية هل يمكن مقارنتها بعمليات أخرى؟ هل هي أقوى؟ هل هي من نفس سوية العمليات الأخرى؟ هي تقريبا نستطيع أن نقول في نفس المستوى المتوسط من العمليات التي يقوم بها المسلحون في هذه المناطق، لا سيما أن وضع حركة طالبان نوعا ما حرج بعد سيطرة الجيش على مناطق سواط وعلى مناطق وزيرستان، فضعفت نوعا ما، لكن بين الحين والآخر تتمكن من اصطياد هدف نائم أو مفاصل، تأثير المفاصل الضعيفة لمهاجمة. شكرا لك، كنت معنا من إسلام أباد عبر الهاتف الصحفي صادق بلال.